ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعة، والنهاردة حلقة الويك اند ليج. يا جماعة، اللي بشوفه ده يعني ويك اند ليج غريب. انا ماشي كويس قوي، وكل الماتشات اللي خسرتها اللي هم ستة، يعني في خمسة منهم يعني ما استاهلش ان اخسره، وكلهم يعني مفيش غير واحد اللي خسرته استاهل، واتنين بنالتيات وتلاتة في الدقيقة 90. بلعب فرقة ملزقة، عارف انت، عارفين العيال اللزجة ملزقة اللي هي بتلعب فرق معفنة اصلا، بتقعد تعمل حاجات غريبة، اللي هو انت عيل لزج معفن مالكش لازمة، لما دام انت يا اخويا لعيب قوي كده بتلعب لي بلعب فريق معفن ليه؟ ما بفهمش الناس دي وما بطقهاش، حتى لو هم كويسين ما بينزليش من زور. ده فريق يا جماعة في تجديدات جامدة حصلت، في نيمار اشتريته، هما اتلعب 21 ماتش في الويك، هو يعني انا لعبت 20 ماتش في الويكند ليج، 21 ده عشان تقريبا ماتش فاصل او حاجه زي كده، ما علينا. يعني 21 ماتش، 21 جول، 19 اسيست، مع انه في الاول كان بيضيع لي كتير، بس ظبط خلاص. كانت لسه شريته باغلى من ثمنه بكتير عشان بس شادو، كسلت صراحه اتعب شويه بلعب. وصلاح صراحة زي ما شفتوا يعني تلالي انتريدول، صراحة غريب. بصوا يا جماعة، 16 ماتش عمل لي ايه؟ مش ممكن بجد. اللعيب ده مظلوم حرفيا السنة دي، احسن لعيبة في فيفا بجد، من احسن اللعيبة اللي في فيفا واللي مش واخد حقه. ماني اضافة رهيبة، ماني جامد جدا، وجريزو ظبط معايا يعني من اخر ويكند ليج. وتلاقي لسه ناينجولان من التيم اوف ذا ويك ابجريد، طبعا بنزله من الدكه جامد قوي. وبس بقى عندي زحمه يعني الصراحه تحت، مش عارف لسه هعمل ايه في العيال دي، بس ما علينا. يعني الخطه هي 4-2-2-2 سريعا كده. بصوا اللي عايز ياخد اي انستراكشنز او حاجه، هي دي، يعمل بوز يعني ويشوف الانستراكشن بتاعت اللعيبة اللي انا حاططها لهم. يعني ده سريعا كده نفس الفكرة، انا بلعب دايما يعني بالانسد، ولما الدنيا تأزم معايا احس ان الماتش مقفل شوية، مش لازم ابقى خسران، بقلبها اللي هي بالانسد وبريسون اوفي تاتش. وفي الهجوم اهي زي ما انتوا شايفين، ودي الالتر ديفنسيف 4-2-3-1 وريتها لكم قبل كده. وبس احنا ناقصين 10 ماتشات، جايبين جولد 3 زي الاسبوع اللي فات، الهدف جولد 1 دي 3 طبعا حاجه بعيده، مش غالبا مش هتحصل، انا كمان تعبان مش قادر. خلينا يعني ايه نتمنى ان يطلع لي يجيب على الاقل جولد 1. وبرضو عشان الناس اللي سالتني على السيتنجز الكاميرا، انا اول ما الماتش يبتدي دلوقتي، هو فريق جامد عامه، انا بخاف من بنيدر ده بخوف مش طبيعي، بخاف منه اكتر من ميسي تقريبا. هوريكم سيتنجز بتاعت الكاميرا حالا. ادي السيتنجز يا جماعه، كوب بلعبش غير كوب، ما لعبتش في الزوم ولا في الهايت ولا في اي حاجه، بس يعني هي دي. نيمو وش كده اي كسبنا اول ماتش على اللي بعده. ده امه بتدعي له كتير. هازارد احمر، جريزمان احمر، بنيادر احمر، نيمار يا جماعه. انا احب اشكر استاذ علاوي، لان هو اللي زن عليا اجيبه وشكر لي فيه كتير، وشتم لي اللعيب كلكم بتحبوه فمش هقول عليه الصراحه، بس يعني نيمار غريب. يا جماعه والله عمال اقول نيمار، ايه الحلاوه دي؟ ادي بنيادر، اوب طبعا يا ولد صلاح. ليه بيلعب باسمه ايه ده البرتغالي على الشمال اللي مش هو اسمه ده؟ مين معاك؟ جوديش.
ماشي، انا هقول لكم حاجه. اديني جبت جول من السنتره، الماتش تقيل، انا غالبا هخسر الماتش ده، لعب تقيل، انا بتحقق يعني دقيقتين دول اللعيبه ما بتتحركش، يعتبر تلف زي ما اطير. ايه ده يعني؟ النبي النبي النبي، ايه ده؟ تنادى لو كوبايه الشاي، الله يخرب بيوتكم. يا ولد يا منين، يا ولد يا منين، ايه اللي برضو ايه؟ فاكر ان الفوطه مش موجوده؟ الفوطه موجوده معانا النهارده، متخافوش. سلام سلام، المومو يا جماعة، المومو المومو. أنا كنت المفروض أجيبها من الأول، بس يعني الواد وحش فاداني فرصة إن أنا يعني أخلص الهجمة. جولد تو، الحمد لله ماتش تقيل أوي أوي أوي، بس الحمد لله ربنا وفقنا يعني. الماتشات اللي جاية المفروض اللي جاية كلها يعني يكون ضرب نار. انا هبهدل، ربنا يستر. بيمينه ماشي، بشماله ماشي، بإيده ماشي، برجله ماشي، المومو يا جماعة. نيمار يا جماعة، بقول لكم نيمار بقى، ما تسمعوا الكلام، ايه الحلاوة دي؟ صلاح صلاح صلاح، اهو واحدة واحدة انفيلد، اهي واحدة انفيلد، اهي ويو الرابع. ما جابوش اوريجي يا ناس لذيذة اللي لسه بتهزر الهزار ده. مع نيمار يعني بيساعدك ان انت تغير اتجاهك كده، غدر رهيب. ونيمار وربنا يستر، لان انا رونالدو متعقدت منه الفيديو اللي فات. بلنتي بلنتي بلنتي، حرام والله العظيم. خرا، عارفين خرا؟ عارفين خرا؟ هو ده الماتش. بعد جاب البيلن، نصب الصوان ورا، نصب السيرك ورا، مفيش هجمه، مش عارف اعمل هجمه، حاجه تقرف يعني. انا خسرت بجول، انا ماليش ذنب فيه، انا ما دخلتش على الواد، هو الواد اللي دخل فيا، حاجه خرا. يا دي النيلة، يا دي النيلة، يا جماعة قلت لكم يمينه كويسة، يمينه مش ثلاثة ستار خالص. حلوة يا جريزمان، حلوة يا جريزمان.
لو سمحت أرجوك سيب الماتش كده وإيه وفر عشان أنا عايز أنام. وبكده يا جماعة وبكده نكون أصلنا 4 ماتشات، لو كسبناه ونجيب لي 3، لو كسبنا واحد نجيب جولد 1. تفتكروا هيحصل ايه؟ الله عليك يا جريزو، خش بقى فوطة ولا المرحلات الحاسمة، المراحل الحاسمة عايزة الفوطة. كانتي اول جول مع الفريق، الله عليك يا اسطوره يا خلوق. جول! ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يس جولد 1 نصنتها 3 ماتشات. لا 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 لا، ما اول مره اوصل لها في حياتي من اول ما لعبت فيفا. اجمع كل اللعيبه، تجمع كل اللعيبه، تجمع اجمع كله، اجمع 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 لي يا نيمار، اجمع لي يا نيمار، اجمع لي اجمع لي اجمع لي يا جماعه. تعالى يا نيمار سيب السيجاره يا نيمار، تعالى بس تعالى، يخرب بيتك الله يخرب بيتك، تعال يلا يا صلاح، يلا يا ماني، كفايه خناقات، تعال 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 تعال، وانت الشله الفرنساوي دي تيجي جايه كمان يا جماعه، اقعدوا بقى اقعدوا اقعدوا. بصوا يا جماعه، احنا ناقص لنا 3 ماتشات نكسبهم نجيب اليت 3. قلت الشامبيونز ده بقاله دي رابع سنة ليه، انا عمري ما جبت ليه، فلو سمحت نسترجل 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 ونحاول نجيب الاليت 3. نركز يا رجاله، هم 3 ماتشات، وخلي بالكم انا عايز انام، انا تعبان انا تعبان، أنا مش فاضل لدلعكم، فركزوا وخلينا نجيب ام الاليت 3. اقطع الكرة كم مرة يعني؟ وراح الإليت من أول محاولة، سبت الدراع وماتش فاصل 5-0، خلاص بقى ما كانش فيه أمل إلا نرجع. يعني مبسوط بالأداء، مبسوط باللي وصلنا له صراحة، في خسارات كتيرة ما كنتش مفروض أخسرها، بس هي دي فيفا وهي دي الويكندز في الطين ليج. اعتقد ان انا هعرف اجيب الاليت قريب يعني مع شوية تركيز، بس ما جاتش الاسبوع ده كده، الاسبوع ده يعني ضغطت نفسي جامد، انا يعني الصبح يعني لحد النهاردة كنتش لاعب غير 6 ماتشات يعني، فحلو يعني جولد وان. انا مش زعلان، انا ما بقتش اهتم يعني، مش هموت نفسي على الرانك لما مش هكتئب بقى لو ما جبتش اليت 3 وبتاع. خلاص بقى ما جاتش مش مشكلة، تبقى تيجي في وقت تاني ان شاء الله، عنها ما جت حتى مش مهم، 60,000 ده وبس. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للحلقة، وما تنسوش تعملوا فولو على تويتر انستجرام وفيسبوك. ان شاء الله الجوائز تبقى حلوة يوم الخميس، واشوفكم في حلقة جاية قريب. سلام.